هذا الجنرال سيرغي سوريفيكين لعلكم جميعا تذكرونه. نعم، إنه القائد الروسي الذي بعث إلى المعركة الدائرة في أوكرانيا بأكتوبر عام 2022 بعدما عين قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا، ثم نائبا لقائد القوات المشاركة في المعارك، ثم إقالة مفاجئة في أعقاب التمرد الذي شنته فاغنر على روسيا. لكن القائد الروسي المقال والمقرب من قائد فاغنر يفغيني بريغوجين اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين، فأين سيرغي سوريفيكين؟ هل اعتقل؟ هل قتل؟ غموض كبير يلف مصير الرجل، وشائعات لا حصر لها صاحبت اختفاءه. مسؤولون أمريكيون زعموا أنه كان على علم بتخطيط فاغنر قبل قيامهم بالتمرد، مرجحين إيداعه السجن. لكن موسكو قالت إن قائدها العسكري في إجازة قصيرة المدى وسيعود قريباً.